السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارة ومستجدات ملف قاطيني دور الصفيح بمدينة تمارة. كما كتعرفوا جميع، كاين مجموعة من النقاط ديال البراكة في تمارة، ومن أبرز النقاط النقطة اللي احنا كنتواجدوا فيها دابا حي النهضة. حي النهضة هنايا كما كتوضح الصورة. بالنسبة لعملية الهدم اليوم الاثنين، فعملية الهدم الحمد لله اليوم كنشوفوا عدد اللي هو مهم ديال 6 ديال البراكات اللي رابوا اليوم، وكنشوفوا انه عما قارب ان شاء الله الناس غتوفر الشقة ديالها وغيكون العيش الكريم، وغتكون مجموعة من الامور اللي كتبشر بالخير. اكيد كلشي كيسول شكون الدوار اللي غيكون من وراء اهل الحارث ودوار بن ناصر وسيدي محمد الشريف ولاد نطاع الغربيه، فكنقول لهم ان شاء الله اللي جا بسم الله. علاش اللي جا بسم الله؟ باش ان شاء الله نشوفوا عما قريب نهايه دور الصفيح بمدينه تماره. هذه اهم نقطه هو انه ان شاء الله عما قريب غادي نشوفوا نهايه دور الصفيح، وغادي نشوفوا تسليم ديال الشقق، لانه صراحه نقطه اللي لاحظت هو ان الشقق في قادم الايام غيكونوا موجودين وبنسب كبيره، يعني غيولي الترحيل الجماعي، غنوليو نشوفوا الناس كيترحلوا في مجموعه من نقاط مدينه تماره. يعني غدير القرعه ديالك غتلقى الشقه ديالك واجده، وهذه نقطه تحسب للمسؤولين صراحه، ونقطه اللي كتبشر بالخير، نقطه ان شاء الله اللي غتساهم وغتسرع من الوتيره ديال ترحيل قاطيني دور الصفيح، ويخرجوا من التكرفيس اللي هما فيه، ومجموعه من الامور السلبيه، لان كاين الشتاء كاين البرد كاين مجموعه من الحويجات، الله يدير لي فيها الخير يا ربي، ونطلب الله تيسر الامور. بالنسبه لعمليه الهدم كما قلت لكم ريبو 6 البراكات اللي غادي يمشيو ان شاء الله للمشروع ديال ميموزا. بقاو الشقق قلال دابا، لان ديجا كانت عندنا 800 شقه اللي واجده، استافدت دابا 732 اسره. يعني كنشوفوا انه دوك الشقق اللي واجدين ما بقاش بزاف، وان شاء الله عما قريب غنشوفوا التسليم كذلك في البساتين عما قريب، وغادي نواكبوا معكم الامور ان شاء الله عن قرب وعن كتاب، وان شاء الله ما يكون غير الخير. الى هنا متتبعينا الكرام من شارع طارق بن زياد، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.